زرار او عفوا كانت الكره من سفيان بوشار، كره بالوزداديه يدخل منطقه العمليات يدخل هدف. الهدف الاول الهدف الاول عن طريق قاسمي بعد تمريره ثنائيه ممتازه باليمنى يتمكن لقطه فرديه وكان ثنائيه يعني هنا الانانيه ما كانتش لسعيود مر الكره على طبق لقاسمي كان اخذ المسؤوليه وحده زمام امور دخل راوغ وقدم كره من ذهب وان شاء الله نشوفه احسن. نقول الكره هدف كان سهل لقاسمي ولكن التمركز نتاعو هو اللي كان سهل جيد الكره يعني شوف. يعني طلب الكره من قاسمي كان تعق الناس ما لا غبار عليها. شوف هذا الدخول بسرعه يعني انسجام مقابله العوده قابلت العودة. هاي كرة العربي تابتي هدف ثاني. سعيد أخيرا يا سعيد أخيرا سجلت الهدف الثاني وسيكون هناك هدف ثالث. أخيرا سعيد أمير يسجل الهدف الثاني وفرحة كبيرة من الجمهور طبعا وتواصل بين اللاعبين والجمهور. هدفان مقابل صفر لصالح شباب بلوزداد في الدقيقة الثانية والثمانين بعد قاسمي في الدقيقة الواحدة والعشرين سعيد في الدقيقة الثانية والثمانين. جميلة نسوج كروية جميلة هذا اللي كان مطلوب يعني تلعبوا شباب بلوزداد نسوج تمريرات سريعة إلى الأمام شاهدوا تمريرة واحدة اثنين ثلاثة وتمريرة ارتقاء جيد هنا التايمينغ كانت في كان في وقته كلش نعم. كان في وقته شوف. الهدف كان جميل واللقطة كانت جميلة جماعية طبعا هذا هو المطلوب. جملة فنية رائعة وهذا اللي كنا نطالبوا فيه يعني لو الشباب دخل بهذه الأفكار